جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين صاد، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، أرجو توضيح المقصود بالآية الكريمة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف يكون الأمن من مكر الله؟ وهل ذلكم يعد من الكبائر؟ جزاكم الله خيرا. الأمن من مكر الله من الكبائر، وهو أن الإنسان لا يخاف من العقوبة، يستمر في المعاصي والمخالفات وتضييع الفرائض وارتكاب المحرمات ولا يخاف من العقوبة، فهذا هو الأمن من مكر الله عز وجل. نعم.